لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بكم ضمن آخر عرض إخباري لنهار اليوم مباشرة من القناة الثانية. حصيلة جديدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد في بلا حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 2855 حالة، كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة و13 حالة شفاء. روبورتاج مصطفى السعدوني وتحرير لعبد الحفيظ المنور. وزير الصحة يكشف الحصيلة المسجلة خلال 24 ساعة لكوفيد 19، 170 حالة مؤكدة جديدة بالفيروس ترفع عدد الإصابات المؤكدة بالمملكة إلى 2855 حالة. حالة الشفاء تبعث على الأمل، فارتفع العدد إلى 327، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد إلى 141 حالة وفاة. وضعية وبائية يؤكد وزير الصحة أنها تحت السيطرة رغم ظهور بعض البؤر سطحية. هذه الأرقام اللي كنسجلوا اليوم فهي جد متحكم فيها الحمد لله، الحالة الوبائية إذا مسيطر عليها بفضل الإجراءات الاحترازية والاستباقية اللي قمنا بها في البلاد ديالنا، وهذا رجع التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة والقيادة ديالو الرشيدة والخطة السديدة ديالو، وكذلك الانخراط الكلي ديال الجميع. أضاف وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى. خرجوا بسلام. ونواصل رصد حالة الإصابة بعدد من المدن، ففي المحمدية مثلا المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله استقبل 17 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، اكتشفت كلها بإحدى البؤر الصناعية بمدينة الدار البيضاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المتكفل بها في هذا المستشفى إلى 25. رفورتاج عثمان مواضيع وتحرير لعمر أجراري. المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية يستقبل 17 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بمرض كوفيد 19، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المتكفل به في هذه الوحدات الاستشفائية إلى 25 حالة. لحد الساعة يلاه دوك الحالات الوافدين من مدينة الدار البيضاء اللي تسببوا في الرفع من عدد الحالات ديال الإصابة. بالنسبة للعملات المحمدية دونك الحالة جد عادية مستقرة، 8 الحالات بالنسبة لنا ماشي شي حاجة اللي كثيرة. الحالة الصحية لكل الحالات مستقرة ولا تدعو للقلق، وتخضع للعلاج وفق البروتوكول الذي سنته وزارة الصحة. أغلبية الحالات تم معالجتهم بأدوية التي وفرتها وزارة الصحة، تتكون من مادة الباراسيتامول أجل صداع الرأس والحرارة، ومادة الكلوروكين والأزيتروميسين. لحد الآن هناك تحسن كبير في الحالات. المركز الاستشفائي مولاي عبد الله مجهز بأربعين سريرا للتكفل بالحالات المصابة بمرض كوفيد 19 وأربعة أسرة للإنعاش بالنسبة للحالات المستعصية. ونذكر أنه في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كانت السلطات العمومية قد قررت يوم أمس تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة إضافية تمتد إلى غاية 20 من شهر ماي المقبل. وأوضح بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أن جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها ستبقى سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين. وخارج الحدود واصلت الولايات المتحدة تصدر أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث تخطت اليوم عتبة 40,000 وفاة، فيما واصلت إسبانيا وإيطاليا المنح التنازلي للإصابات والوفيات بالفيروس الفتاك. ياسيل كونتي.
فيروس كورونا يواصل زحفه عبر العالم، إذ تخطى في الولايات المتحدة عدد الوفيات 40,000 والإصابات 744,000. وخلال 24 ساعة الماضية سجلت الولايات 28,534 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أن ترامب يعمل بشكل متسارع لرفع الإغلاق. وأكد البيت الأبيض أن النواب الديمقراطيين في الكونغرس قد يتوصلون إلى اتفاق بشأن توسعة المستفيدين من المساعدات الحكومية إلى الشركات الصغيرة التي عصف بها فيروس كورونا. وسجلت إسبانيا أدنى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أسابيع، وخلال 24 ساعة الماضية سجلت 410 وفيات، وهي الحصيلة الأدنى في البلد الثالث الأكثر تضرراً بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا. إيطاليا التي تشهد نقاشا بشأن أولى الخطوات الحذرة للخروج من الإغلاق الشامل الذي فرض جراء فيروس كورونا، وأودى ب 23,600 شخص بعد تسجيل 433 وفاة إضافية في الساعات 24 الماضية. وأعلنت فرنسا تسجيل 395 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن الإغلاق العام في البلاد بدأ يؤتي ثماره، وأن الوضع بدأ يتحسن بشكل مستمر، وأن البلاد لم تخرج بعد من الأزمة الصحية. وفي اليوم السادس على التوالي سجلت إيران أقل من 100 وفاة في اليوم، رقم سمح باستئناف نشاط بعض القطاعات الاقتصادية في العاصمة طهران، وذلك ضمن مساع للحد من انتشار فيروس كورونا. نعود وطنيا، حيث القطيعة مع الحياة الطبيعية فاقمت معاناة الأطفال التوحديين، حيث ولد الحجر الصحي اضطرابات سلوكية عديدة لدى هذه الفئة. ولتخفيف آلام أسر الأشخاص ذوي التوحد تم إصدار دليل عملي يتضمن إرشادات ونصائح تهم كيفية تدبير مرحلة الطوارئ والقواعد الواجب اتباعها لضمان حجر صحي آمن. ربورتاج عبد الحميد المرابط ويوسف لطفي. لم يدر في خلد هذا الطفل التوحدي ذي 7 سنوات أن يستيقظ يوما ليجد نفسه فجأة وبدون سابق إنذار حبيس جدران المنزل. والدته التي تواكبه في رحلة التأهيل تعيش ألما مضاعفا عما قته جائحة كورونا، فهي بين مطرقة الحجر الصحي وسندان الخوف على مصير طفلها الذي أضحى يعاني اضطرابات في النوم مع ارتفاع ملحوظ في منسوب العدوانية والعصبية الزائدة. حاليا في الحجر الصحي ملي ما تيخرج لكش يرجعوا هاد لي كريز بزاف، تيغوت تيضرب الباب برجليه تيركل الباب برجليه، يعني تيعبر لانه ما فاهمش علاش تيعبر بهذه الطريقه ديال الغضب، وديكشي تيركل الباب تيبقى يغوت بزاف، رجع ليه تيعض يديه. وفي هذا الكونفينمون وحنا كنحاولوا ما امكن اننا نوصلوا ليه المعلومه، الا انها تتبقى صعيبه وقاصحه بزاف، كاسره كنعانيوا بزاف. ولتخفيف وطأة الحجر الصحي على هذه الفئة صدر مؤخرا دليل عملي لفائدة أسر الأشخاص ذوي التوحد من أجل حجر صحي آمن لمواجهة فيروس كوفيد-19. هذا الدليل العملي موجه لأسر الأشخاص التوحديين لمساعدتهم على تخطي الضغوطات والاضطرابات التي تقدر تظهر خلال فترة الحجر الصحي. كيحتوي هذا الدليل على 10 نقاط أساسية اللي كتنقسم بالإجراءات ووسائل العمل والإيضاح وكذلك التوصيات. فكرة الدليل هي نابعة من شكايات الأسر اللي كنتابع، شاركني في إعداد الدليل كل من الأستاذة سمية العمراني وكذلك الدكتورة جين بول. أداة عملية اللي يقدروا الأسر، يعني مبسطة جدا، شرح ديالها مبسط، اللي يقدروا من خلال يعني أمور اللي كاينة متوفرة عندهم في المحيط ديالهم في البيئة ديالهم المنزلية أنهم يعني يستنقوا ظهور الاضطرابات السلوكية أو في حالة وجودها يعني يتجاوزوها. الدليل يتضمن نصائح وإرشادات عملية تهم كيفية تدبير مرحلة الطوارئ الصحية وطرق التعامل مع مختلف الاضطرابات السلوكية. هناك تنظيم البيئة والفضاء المنزلي، تعزيز السلوكيات الجيدة، اتباع الجدول الزمني المصور، استخدام استراتيجية البريماك،
استخدام وسائل الإيضاح المناسبة لشرح الحجر الصحي، استخدام القصص المصورة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تنويع الأنشطة اليومية. الآن مع زيادة انتشار الوباء ومع يعني المستجدات الوطنية، الآن نحن نشتغل على إعداد دليل آخر موجه إلى الأسر والأطقم الطبية في حالة لا قدر الله حدث الوباء، يعني العدوى بالوباء، وهذا الدليل غادي ننشره عما قريب. هو إذن دليل يمد حبل التخلص من آثار الحجر الصحي ومضاعفاته الجانبية غير المرغوب فيها بالنسبة لأسر الأشخاص ذوي التوحد، علها تتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية بأقل الخسائر.